معكم بالدرس الجديد. بالنسبة للصفحة 22-21 فيها مشاريع كتابية. الأول مشروع كتابي عن تصميم الشعارات، اللوجو اللي هي إذا واحد بده يفتح شركة لازم يعملها شعار لوجو مثل الجارمات اللي بيعلقوها على باب المحل على أساس إنها تجذب الزبائن. تمام، إذا طلبوا منكم في المدرسة هاي المشاريع وحبيتوا إني أساعدكم فيها بساعدكم، بس راح لكم إياها ما في مشكلة، اكتبوا لي فقط بالتعليقات. إذا ما طلبوا هو على الغالب ما راح يطلبوا لأنه ما راح هي أصلا تيجي بالامتحان، هي قد تدخل كمشروع إذا الطالب كان يعني مجتهد في الحصة، فالأستاذ راح يساعده في هاي المشاريع على أساس يحسن مستواه بالإنجليزي فقط. إذا شاف المعلم أصلا إنه الطالب مو مهتم فراح يمشيه وما راح يعطيها أصلا. طيب نتعرف على الوحدة الجديدة اللي هي بعنوان Will computers rule the world؟ يعني هل ستحكم الكمبيوترات العالم؟ طبعا النص هنا مو مبين عندي، ما اعرف ليش هيك طالع. طيب نتعرف على المعاني: assistant مساعد، tiny صغير، to connect يشبك، to download يحمل، كلمات يعني مشهورة عندكم، built in يبني، distant مسافة، patient صبور، specialized متخصص، ويب كام كاميرا. نفتح صفحة 24. imagine your future تخيل مستقبلك، plan your actions خطط إلى مشاريعك أو خطط إلى أهدافك أو أفعالك. what do you want to be in 2030؟ شو بتحب أو شو بدك تصير ب 2030؟ answer the following questions honestly، أجب على الأسئلة التالية بصدق. What do you want to be in 2030؟ شو حاب تصير في 2030؟ تمام؟ هون عطينا كم مثال. In 2030 I am going to be an astronaut and I'm going to travel to the moon. يعني ب 2030 راح أصير astronaut يعني عالم فلك وراح أسافر على القمر، تمام؟ يعني بدي يصير زلمة فضائي. طيب Why did you choose this job؟ ليش اخترت هاي الوظيفة؟ تمام. ثلاث، what are you going to do to achieve your goal when you finish school؟ شو راح تعمل عشان تنجز هذا الهدف لما تخلص مدرسة؟ الآن بدك تخطط. أول شيء احنا سألنا انك شو بدك تكون ب 2030، بعدين بدنا نخطط لهي الأهداف. تمام، عشان نخطط لهي الأهداف بدنا نسأل خمس أسئلة. السؤال الأول راح يبدأ بوات، ماذا، تاني بواي، ليش، وين، متى، وير، أين، هاو، كيف. طيب What steps are you going to take to achieve your goal؟ شو هي الخطوات اللي راح تاخذها عشان تحقق هدفك؟ Why do you have to take these steps؟ ليش بدك تعمل هاي الخطوات؟ When are you going to take or achieve these steps؟ متى راح تاخذ أو تحقق هاي الخطوات؟ Where are you going to carry out these steps؟ أين راح تبدأ في هذه الخطوات أو تشتغل بهذه الخطوات؟ شو المكان اللي راح تشتغل فيه؟ How are you going to achieve these steps؟ كيف راح تشتغل أو كيف راح تحقق هذه الخطوات؟ رقم ثلاثة، map out your journey، ارسم خريطة رحلتك. تمام، now decide what are you going to achieve each year، قرر بكل سنة شو راح تنجز بكل سنة. مثلا من 2000، احنا الآن 2020، من 2020 ل 2030 بدك تخطط. تمام، راح تحكي مثلا In 2020 I will finish high school، يعني ب 2020 راح اخلص مدرستي. In 2024 في 2024 مثلا I am going to finish my university. تمام، اللي بعدها مثلا في سنة 2026 I am going to learn to fly a plane، راح اكون عم بتعلم كيف اقود الطيارة. ب 2028 مثلا I am going to apply for a job at the space agency، يعني رايح أقدم لوظيفة في الوكالة الفضائية. في 2030 I am going to walk on the moon، يعني في 2030 أنا راح أمشي على القمر. بإمكانك طبعا تعمل، مو شرط تكون فضائي، ممكن تكون عالم آثار archaeologist وتبني نفس الأسئلة اللي هم يعملوها. تمام، تبني على نفس الخطوات وبعدين ترسم خريطة رحلتك إنك ب 2020 بدك تخلص مدرسة، ب 2024 بدك تخلص جامعة، ب 2028 أو ب 2026 مثلا بدك تروح على متحف الآثار، تمام، عشان تتعلم عن الآثار. بعدين مثلا ب 2028 بدك تروح تقدم لوظيفة في مكتب الآثار أو في وزارة الآثار إلى آخره. في 2030 مثلا بدك تكون في مصر عم تستكشف الأهرامات والآثار اللي هناك إلى آخره عشان تكتب تقرير عنهم.
القاعدة المطلوبة معنا في هذا الدرس اللي هي going to والwill. going to بنستخدمها للمستقبل القريب، الwill بنستخدمها للمستقبل يعني البعيد اللي راح يتحقق بعد عدة سنوات أو ما بيكون فيه خطة أكيدة. أما going to بيكون أنت مخطط مثلا إنه الأسبوع الجاي بدك تسافر مكان، بدك تعمل مكان، بدك تخلص كذا إلى آخره. الآن هون مطلوب فقط نصرف الفعل going to بصيغته الصحيحة إذا كانت جملة مثبتة أو نفي أو سؤال. والفعل be going سيل، البي منصرفها إما am أو is أو are، والgoing تبقى كما هي. الآن مع التمرين راح نعرف. طيب I have decided to plan my future، قررت إني أخطط لمستقبلي. طيب I إذا الI بتاخد am، فراح أكتب I، فقط راح أكتب am going to. إذا الفعل make، الI أخذت am، الجو ضفنا لها ing هي يعني موجودة أصلا، بعدين الفعل اللي بين قوس بنزل مثل هو بعد كلمة to. إذا I am going to make my decisions for next year، راح أعمل يعني راح أخطط للسنة القادمة. حمزة really يعني مستغرب حمزة، what are you going to do، شو راح تعمل حبيب؟ I am going to be a computer specialist، يعني راح أصير متخصص بالكمبيوتر. so I الفعل begin، الI تأخذ am، والفعل go منضيف له ing، ومنضيف بعد to الفعل مثل ما هو. I am going to begin my by taking math seriously، يعني بدي أبلش إنه أدرس الرياضيات بجد. my math teacher يعني معلمي الرياضيات thinks it's a good idea، بيعتقد أنها فكرة جميلة. he told me that he، إذن he حكينا ال he وال she وال it بياخدوا is، إذن he is going to give me extra lessons so I that I can pass the entrance exam at university، راح يعطيني دروس إضافية حتى أجتاز امتحان مدخل الجامعة. حمزة what، إذن في عنا you هون سؤال، إذن ال you بتاخد الضمائر الجمع بتاخذ are، تمام. what are you إذن going to، والفعل do منضيفه مثل ما هو. إذن what ضمير الجمع you بياخد r، الr قدمناها لانه سؤال، تمام. الgo ضفنا له ing، وبعد ال to بنضيف الفعل مثل ما هو. about those videos games you like so much، يعني شو راح تعمل هالالعاب الفيديو اللي بتحبها كتير حبيب. I اذا am going to play، اذا الi اخذت am والgo ضفنا لها ing، وبعد to ضفنا الفعل مثل ما هو. I'm going to play I am، ايوه يعني هو عم بيحكي لك انا ما راح العب فيديو العاب، خلص يعني هو كان صغير وعم بيلعب هالالعاب، هلا بده يصير عالم بالكمبيوتر، خلص بده يترك هالالعاب. فهو عم يحكي I am not، نضيف not للنفي، I am not going to play anymore، لن العب بعد الان فيديو جيمز until I get my degree at university، حتى احصل على درجتي في الجامعة. then I am going to apply، الفعل apply نضيفه مثل ما هو، for a position at one of the largest technology companies، وبعدين راح أقدم على أحد شركات التكنولوجية الكبرى وظيفة. حمزة will good luck to you، I still don't know what I am going to be، حمزة بحكي له يعني حظا موفقا، وأنا لحد الآن ما بعرف أنا شو راح أصير بالمستقبل. إذن بالمختصر I تأخذ am going to، you with they will we، you are going to، they are going to، we are going to، ضمائر المفرد بس تأخذ is، he is going to، she is going to، it is going to، والفعل اللي بعده بضيفه مثل ما هو. comment is better in each situation، السؤال الثاني أي التعليقات هي الأفضل في كل حالة. طيب experts think that the new internet will be more powerful than the one we know، يعني الخبراء يعتقدون أن الإنترنت الجديد القادم يعني في المستقبل will be. لاحظ لما حكى عن الإنترنت المستقبل استخدموا will، لأنه أولا مو مؤكد شو النت الجديد اللي راح يكون، تمام، يعني مو مخطط له. will be more powerful than the one we know، يعني انترنت المستقبل راح يكون اقوى من اللي بنعتقده او اللي موجود عندنا الان، تمام. طيب الخيارات it will، يعني معنى هاي الجملة it will probably be more powerful، يعني من المحتمل ان يكون اقوى. it's definitely going to be more powerful، اكيد راح يكون اقوى. طبعا الجواب اكيد، كل ما تقدم المستقبل كل ما راح يكون سرعة الانترنت ازود، راح يكون الانترنت احسن. طيب اثنين I'm going to be an electronic engineer، يعني راح أكون مهندس
الكترونيات تمام. اذا at which university are you going to study, at which university will you study تمام. وعم بحكي انه انا بدي يصير مهندس الكترونيات, فالسؤال راح يكون at which university are you going, يعني راح تستخدم معه going to, يعني في اي جامعة انت راح تدرس او في اي جامعة سوف تدرس. اكيد at which university are you going, لانه going to نستخدمها مع التخطيط, والزلمة مخطط انه يصير مهندس الكتروني فراح نستخدم معها هاي اللي هي going to. طيب ثلاث, I am going to visit my grandparents at the weekend, انا رايح ازور اجدادي نهاية الأسبوع. واضح إنه حكى going to لأنه في إنه مخطط لزيارة نهاية الأسبوع. طيب you will probably visit your grandparents at the weekend, أنت من المحتمل أن تزور أجدادك نهاية الأسبوع. You are going to visit your grandparents at the weekend for sure, أنت أكيد رايح تزور أجدادك نهاية الأسبوع أكيد لأنك استخدمت going to. going to للتخطيط بدنا نختار إما going to أو will حسب الجواب صحيح. نقرأهم مع أجوبتهم مباشرة. طيب نور, فوزي and I are going to make a refrigerator that works without electricity. إذن فوزي وأنا, فوزي وأنا صرنا جمع فأخذت R وال going to ضفنا لها to والفعل make, يعني أنا وفوزي راحين نعمل ثلاجة تعمل على الكهرباء تمام. طيب اذا اخذت going to ما اخذت will, السبب انه في تخطيط عم بيخططوا للثلاجة. طيب الخطوات, first اولا we are going to place a tall glass box, اول شيء رايحين نحط صندوق زجاج طويل inside a container, داخل الحاوية وداخل البراد او داخل الصندوق, full of water, مليان مي. نور, then we are going to put, بعدين رايحين نحط to put them both in mirrored glass box, بعدين راحين نحطهم في صندوق زجاجي في يعني مراية, يعني المراية بتعكس. طيب the mirrors will reflect the sunlight and prevent it from warming the container, المرآة أو المرايات راحين تعكس ضوء الشمس وتمنعه من انها تحمي الكونتينر, تحمي الثلاجة وتحمي الحاوية اللي فيها المي تمام, عشان الهدف التبريد في النهاية تمام. طيب هل هو ليش استخدم ويل, عم يستخدموا going to, عم يخطط وعم يخطط, هون استخدم ويل. هلا هون النتائج, هلا هم الخطوات اللي بدهم يعملوها هاي مؤكد انه احنا راح نعملها, راح نعمل 1 2 3, لكن النتائج مو مؤكدة, احتمال تزبط واحتمال ما تزبط, فلذلك استخدموا هم حول فيها شك تمام. طيب فوزي finally اخيرا two small fans on each side of the mirror box will circulate the air تمام, يعني مروحتين صغار, فانز هون مروحة وفان بتيجي هاوي يعني واحد بيشجع تمام. إذا two small fans مروحتين on each side على كل جهة للمروحة في عفوا في صندوق المرآة will سوف هاي النتيجة تمام circulate يدور أو يحرك the air around the container, يحرك الهواء داخل الحاوية. As a result, نتيجة لذلك, طبعا هاي النتائج احنا مو متأكدين منها مشان هيك عم نستخدم ولا حدنا. The evaporating water, المي المبخرة تمام, will keep the glass box and the food inside cool تمام, يعني المي المبخرة ستبقي تمام الصندوق الزجاجي والطعام اللي جوه راح تبقي cool يعني بارد ويحافظ على درجة حرارته. نجاوب على السؤال الخامس, I have a maths test tomorrow, يعني عندي امتحان رياضيات غدا, I am going to practice solving those problems, يعني راح أحل هاي المشكلات أو هاي المعادلات. طلع هي المشكلات هون, طبعا هم في عدة مشكلات. طيب my room is very untidy, يعني غرفتي غير مرتبة. أنا عندك وقت تحكي إنه أنا بدي أروح أرتبها, الجملة كالآتي راح تصير my room is very untidy, غير مرتبة, I am going to tidy it, أنا رايح أرتبها. طيب I want to be a musician, يعني بدي أصير موسيقي, نتيجة لذلك شو بدك تعمل, I am going to practice playing instruments every day, يعني أنا راح أمارس أدوات الموسيقية كل يوم. طيب ثلاث, I am tired, أنا تعبان, شو بدك تعمل, I am going to go to bed early tonight, يعني أنا بدي أروح أنام بدري, I've got a difficult test tomorrow, يعني عندي امتحان صعب غدا, I am going to study for it now, يعني أنا رايح أدرسه الآن,
I am going to get up earlier tomorrow morning. يعني أنا راح أستيقظ مبكرا غدا في الصباح. عفوا I was late for school today. يعني أنا اليوم كنت متأخر في المدرسة. طيب بكرة شو بتعمل؟ بدي أستيقظ مبكرا. I am going to get up earlier tomorrow morning. ستة بدك تعمل حوار بين زميلك. مثال هم أخذوا هاي الجملة I was late for school today. فعملوا بناءها على حوار هو زميله I was late for school today. أنا تأخرت اليوم على المدرسة. فحكى له زميله Are you going to buy an alarm clock؟ هل راح تشتري يعني منبه؟ No I'm not. لا Are you going to get up earlier؟ يعني هل راح تصير تستيقظ مبكرا؟ Yes I am. طيب نأخذ مثلا أي جملة I want to be a musician. فأنت بتحكي له Are you going to buy new instruments؟ هل أنت راح تشتري آلات جديدة؟ إذا حكى لك No I am not. طيب تحكي له Are you going to go to a musical institution؟ تروح على معهد موسيقي. تمام فراح احكي لك يس اي ام مثلا الى اخره. يعني بامكانك تعمل حوار على اي وحده من هدول الجمل. طيب هدول بدك تعمل تنبؤات عن هدول الشغلات يعني الترانسبورت مثلا المواصلات البيئه عملك عائلتك تليفون الانترنت نيوز بيبرز المجلات بوكس الكتب ايدوكيشن تعليم بيلدينجز. مثلا تحكي ممكن تسال Will we have transport in the sky? هل راح يصير عندنا مواصلات مثلا في السماء؟ تخيل مثلا مجمع رغدان للطيران. يعني مثلا تنبؤه فقط تنبؤ طبعا اكيد ما راح يصير لكن مجرد تنبؤ. تمام الانفايرومنت البيئه عملك Are you going to be an interpreter in the future? هل راح تصير مترجم فوري في المستقبل؟ بامكانك الى اخره تسال مليون سؤال. طبعا بالنسبه لتسعة هي شغلات المحادثه اللي بيحب يطور محادثته. هي اسئله بتبني عليها المحادثه المفروض المعلم هو يعملكم. مثلا عم بحكي لك هاو الكمبيوترز لوك ديفرنت كيف ممكن الكمبيوترات تصير شكلها تعملوا عليها محادثه الى اخره.